عرفنا تشكيل النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم، هو تشكيل مباراه المقاولون العرب الاخيره، معلول ومحمد هاني واحد ناحيه الشمال، معلول ناحيه الشمال وهاني ناحيه اليمين، اثنين سنتر باكس رامي ربيعه وايمن اشرف، ومن امامهم اثنين في وسط الملعب حمدي فتحي وعمرو السوليه، ناحيه الشمال رمضان صبحي وناحيه اليمين حسين الشحات، وفي الامام وليد ازارو ومن خلفه وليد سليمان، واحتياطي النادي الاهلي علي معلول وياسر ابراهيم علي لطفي صح وياسر ابراهيم وجونيور اجاييه ومروان محسن وحسام عاشور وصالح جمعه واحمد فتحي. ده تشكيل نادي الاهلي واحتياطي النادي الاهلي. نروح لزميلنا شريف شعبان نتعرف منه على تشكيل النادي الزمالك في مباراته اليوم. تحياتي ليك كابتن اسلام ولضيوفك الكبار الكابتن حماده صدقي، الكابتن احمد بلال، الكابتن اسامه حسني، ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه الاهلي والزمالك القمه 118 باذن الله، باذن الله تكون قمه حمراء. الاهلي يفوز النهارده على الزمالك علشان يثبت احقيته وجدارته بالفوز ببطوله الدوري العام. استاد برج العرب حدث ولا حرج، استاد على اعلى مستوى. نجلت ملعب نزلت بصيت عليها، حاجه محترمه جدا، حاجه مشرفه، حاجه هتشرفنا باذن الله امام العالم كله. تشكيل نادي الزمالك في حراسه المرمى عماد السيد رقم واحد، اثنين سردباكين محمد عبد الغني رقم خمسة، محمود علاء رقم أربعة، حمدي النقاز رقم 12، عبد الله جمعة رقم 22، فرجاني ساسي رقم 13، طارق حامد رقم 3، أحمد مصطفى زيزو رقم 25، محمد إبراهيم رقم 20، إبراهيم حسن رقم 18، عمر السعيد رقم 9. احتياطي نادي الزمالك اليوم عمر صلاح في حراسة المرمى رقم 31، أيمن حفني رقم 14، محمود عبد العزيز رقم 17، محمود حمدي رقم 28، أحمد مدبولي رقم 21، محمد عنتر رقم 8، وحميد أحداد رقم 19. بإذن الله النهاردة القمة 118 تكون من نصيب النادي الأهلي. كابتن إسلام اتفضل. أشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان.